في الـ 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 في ال
عندنا 20 مثلا في 40 فدان، ده اشهر بلوك موجود كمقاس في السوق. كويس كده، انا جبت حجم البلوك الواحد وعدد البلوكات اللي موجوده في الباكج دي كام؟ انا هشوف الدايمنشن اللي انا موزع عليه البلوك وليكن ايه الواحد. شوف دايمنشن البلوك الابتدائي الواحد. يبقى اذا عدد البلوكات، عدد البلوكات كل خط هيساوي ايه؟ هيساوي من ال واحد الدايمنشن الكبير ده على التي بلوك اللي هو الدايمنشن بتاع البلوك اللي في الاتجاه. خلاص اديني عدد البلوكات اللي في الصف الواحد، وبالتالي عدد البلوكات كلها هيساوي عدد البلوكات اللي في الصف الواحد هي عدد الصفوف في البك. يعني ادي صف الاثنين والثلاثه والاربعه وهكذا لغايه لما ايه؟ عدد الصفوف الموجوده جوه البك بتاعتك كلها. خلاص؟ يبقى انا كده اقدر حجم الطلبات ان حجم البلوك في عدد البلوكات الاجمالي اللي هو جوه البك ده هتفصله من كميه الخرسانه اللي انت حسبتها للبك بتاعتك من داخل الجنوبي. ده اول حاجه، يبقى انا خلصت دي ودي. تاني حاجة الهيد دي. الهيد دي اللي هي البراءة اللي بتاعت الكاميرا اللي واخدة شكل عريض حوالين البك. الهيد دي حاجة زي كده لازم برضه هنسميها زي المسميات بتاعت الدين اللي احنا اتعودنا عليها من المرة اللي فاتت. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان في دي او دي بتاعتي دي على محور مثلا بي بين محوري واحد واثنين. زي ما سمينا المره اللي فاتت. دكتور هو دي تسمي نفس التسميات اللي احنا سميناها قبل كده بالقرعه لما كان في حاله الصفر الصفر. يبقى هقول له ان بي معاد محور مثلا بي بين واحد واثنين. خلاص انت ايه؟ حددت له المكان اللي انت هتشتغل عليه. واروح تشوف السكشن بتاع ال ان بي اللي هو بي ال ان بي، وده موجود هيبقى تلاقيه موجود في الجدول في التي ال ان بي زي بالظبط ما عملنا في القمر بتاع سوق السب تماما. في سمك ال ان بي احنا قلنا البي في التي اللي هما العرض والسمك، ادي العرض بي ال ان بي وده سمك تي ال ان بي. ده العرض والسمك بتاعه ناقص الطول، يبقى انا هاخد الطول بتاعي من وش ده للوش اللي قصاده الناحيه التانيه. خلي بالك هو مغطي الكور ساعات، ساعات لما الكور يبقى كده في النص كده زي كده. ده مغطيها الكور بتاعك. ما تقفش عند وش الكور لان انت واخد العرض كله. يبقى انت هتاخد ال دي كلها، ال هي دي. يبقى هتضرب الكلام ده فين؟ في ال ال بي وتيجي تفصل تحتها فصل تقاطع الكاميرا دي مع الاعمدة. خلاص هي قابلت ايه؟ قابلت عمودين. يبقى اروح اشوف الكروس سيكشن بتاع كل عمود في كولوم في بي كولوم في السمك المره دي اللي هقسمه ايه؟ سمك ال ال بي مش كده؟ اللي هي تي ال بي. مفهوم؟ في حد مش حلو. لما تخلص الهيد دي برضه هتشتغل نفس السيكونس، هتخلص الهيد دي على المحاور الافقيه ثم المحاور الراسيه وتجمعها. تشتغل على البيمز العاديه اللي احنا بنقول عليها، وفي الغالب بتكون بيمز طرفيه، وبالتالي تاخدها زيها زي السول سلاك، تاخدها ايه؟ من وش العمود لوش العمود من الداخل والكروس سكشن بتاعها وعلى حسب النموذج اللي موجود عندك. المفروض ان مجموع كل دول لما تجمعهم على بعض بعد ما تقصرهم هو دول الخرسانه المسلحه للسقف بتاعك. المره دي بس السقف عملت له بريك داون، البريك داون بتاعه زاد شويه. كويس. ده يمكن من اشهر الانواع بتاعت الاسهم. في حاجه ثانيه برضه موجوده في
السلم بيبقى مكون من قلب سلم وشضفه اللي هي بتبقى منسوب نص الدور لاندنج، وبسطه اللي هي في منسوب الدور بتاعه، زائد بالاضافه على كده القمر اللي شايل الاستاتيكال سيستم بتاع السلم بتاعك. القمر ده ممكن تلاقي قمر في نص الدور وفي الدور شايلين الاستاتيكال سيستم بتاع السلم، او ساعات ان انت بتلاقي القمر ماشي مع قلب السلم. ده طبعا بيبقى على حسب التصميم وطريقه تحليل السلم بتاعك. انا بقى عشان انصر الخرسانه بتاع السلم دي اعمل ايه؟ خلينا ناخد كروس سيكشن كده في السلم. يبقى عندي البصل منسوب الدور، وبعدين قلبه، وبعدين صدفه، وانا افترض ان هي طريقه تحملها ان هي محمله على قمر هنا، ثم على قمر منسوب الدور. انا بجي منسوب الدور، وده هنا منسوب نص الدور. ومطلوب من سيادتك ان انت تحسب ايه؟ خرسانه مسلحه للسلم بتاعك. انا لو خدت القلب الاثنين دول بتاع صدر والبصر مع القمرات، هي دي مكونات السلم بتاعي. مكونات السلم هتلاقي ان انت عندك قلب السلم مع الصدفه زائد البصر زائد القمرات اللي بتشيل السلم بتاعي. هناخد الاول قلب السلم. Okay.
الدرجة في عدد الدرجة في كل قلب. عدد الدرجة في كل قلب يعني مثلا قلب دي يبقى في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مفهوم؟ كده كله مكتمل. كده انا خلصت الخرسانه بتاعت القلب. ناقص لي ايه السلم؟ ناقص لي الجزء بتاع البسطه والجزء بتاع الصدفه، او سوري دي البسطه ودي الصدفه. الجزء ده هي سلام عاديه خالص. سلام عاديه عرضها ايه؟ مثلا هنقول دي اكس سلام زي المره اللي فاتت. يبقى خرسانه المسلحه من الصدفات هيساوي عرض الصدفه الاكس اس الاكس اس دي اللي هي من وش اول ايمن في السلم لغايه وش ايه؟ وش الكاميرا اللي شايله الصدفه دي من الداخل كده؟ ده لو انا اتعاملت مع الكاميرا بايه؟ سجها الكامل وانا بحصد. ده المره اللي فاتت قلنا في طريقتين، يا اما تتعامل مع الكاميرا بسكها كامل وبالتالي هتاخد البوردرز الداخليه من البلاطه، او هتتعامل مع الكاميرا بالسقوط وبالتالي هتاخد كل العرض بتاع البلاطه. تمام، يبقى هنشتغل بالطريقه الاولانيه في اكس اس هضربها في طول الصدفه بتاعتي، يبقى هتيجي من الوش ده للوش اللي قصاده من الناحيه الثانيه. طول الصدفه بتاعتي هنسميها مثلا وليكن ال اس. الكلام ده في السمك بتاع الصدفه دي، السمك ده من ايه؟ هو مش حاطط لي ده على السلم الدي اس دي بتاعتي. التخانه بتاعت القلب من تحت الدرج وبتعني التخانه بتاعت البلاطه بتاعت الصدفه والبسطه. يبقى هضرب في الدي اس بتاعتي. لو كان بقى عندك في تقاطعات لاعمده مثلا جوه الصدفه زي كده، فانت طبعا هتشوف الكروس سكشن بتاع اللي داخل الصدفه دي وتقسمه من الخرسانه بتاعتك اللي انت حسبتها من الحاجة الثالثة في السلم زي ما اتفقنا الكاميرات بتاعته. فأنت عندك في كاميرا في نص الدور زيها بالظبط زي أي كاميرا موجودة. اللي هي أنا خدت طول الكاميرا أو هاخد الكروس سكشن من خلال اللي هو البي بي في التي بي من خلال الجداول بتاع نماذج الكاميرا، وهضرب في ال بي اللي هي بتاعت المسافه من وش العمود لوش العمود من الداخل زي ما عملنا في السقف بالظبط. مفيش اي اختلاف. خلي بالك بس من الكاميرا اللي في منسوب الضوء. خلي بالك من الكاميرا اللي في منسوب الضوء. ليه؟ الكاميرا اللي في منسوب الضوء انت ممكن تكون حصرتها مع السقف. هي في الحقيقه السكشن بتاعها مش كده، السكشن بتاعها من هنا بلاطه كمان ممتده الى فك السقف. فانت كنت وانت شغال في السقف لو انت خدت الكاميرا دي معاك يبقى ما تحصرهاش مع السلم. لو ما خدتهاش معاك في السقف احصرها مع السلم بتاعك. تمام، في طرق تحليل ان يكون الكاميرا ماشيه مع القلب بتاع السلم، حاجه عامله كده. وما فيش كاميرا فوق ولا تحت. فساعتها ايه؟ الكاميرا هيبقى شكلها نفس لون السلم، تبقى حاجه عامله كده. وهنا هيبقى في تحليل على العمود، وفوق هيبقى في تحليل على عمود الحرب. ما عندكش مشكله ان انت برضه تحسب ايه؟ تحسب الكاميرا دي في الاجزاء الادنى بتاعتها وفي الاجزاء المرئيه. لكن لو
لو هو بند لوحده خاص بذاته كده فانت هتجمع كله مع بعض، كل البوصف على كل الانباب مع بعض. خلاص؟ تمام. الحاجه اللي بعد كده احنا عايزين ناخدها اللي هي تحديد التسليم. اي تسليم من الحاجات المهمه جدا اللي هي بتتكسر جوه المبنى. ليه؟ لانه مؤثر جدا في التكلفه. انت بتتكلم ان ممكن بند عليه تسليح يمثل اكثر من 35% من تكلفه بند الفراشه. يعني انا لو جيت حسبت عايز احسب المتر المتعب من الفراشه، عايز احسب المتر المتعب من الفراشه، المتر المتعب من الفراشه هيبقى فيه ماتيريال ان انا بورد الفراشه جاهزه، هورد حديد تسليم، وهورد مثلا سلك ومسمار، وعندي شويه مصنعيات مثلا نجاره، مصنعيات اداره، مصنعيات صب، وممكن يكون عندي شويه معدات ايجار مثلا مضافه للبنك يعني، وايجار مثلا معدة زي الإزاز اللي هو بيضرب في الخرسانة واحدة. خلاص لو خطوة زي طيب. من ضمن البنوك اللي هيعملها في التكلفة اللي مش قادر يسيطر على بوكو يطلع بره. حديد التسليح أحد البنوك وقلت لك بيمثل 35% من تكلفة البند. حديد التسليح ده أنا بشتريه في الكيلو او بالطن يعني. طيب انا علشان احسب التكلفه جوه هنا لازم اشوف هو انا هحط كام كيلو جوه المتر ده؟ يبقى انا عايز اعرف كام كيلو جرام جوه المتر المكعب من الفراشه. بسمي الحكايه دي كام كيلو جرام جوه المتر المكعب من الفراشه بسميها نسبه حديد التسليم. كم كيلو حديد جوه البيت المتعب من الخرسانة؟ يعني فرضا لو انا لقيت 100 كيلو او 100 نسبة حديد التسليح بيساوي 100، يعني ايه؟ يعني 100 كيلو حديد جوه المتر الواحد من الخرسانة. يبقى لما اجي احط هنا التكلفة اضرب ال 100 دي في سعر الكيلو الواحد. وليكن النهارده الطن مثلا ب 12000، يبقى الكيلو بكام؟ 12 جنيه. يبقى اذا السعر هنا بكام؟ ب 1200 جنيه. خلاص؟ المنط اللي انا حكيته ده ان انت تعرف اهميه حساب نسبه حديد التسليح. احنا من شويه حسبنا الخرسانه في كل العناصر تقريبا. لكن انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب الحديد اللي جوه الخرسانه دي كام كيلو؟ الناس تعرفت ان يحسبوا الحديد ويحطوه شكل الجدول اللي قدامك ده. الشكل ده بيقول ايه؟ بيقول البند اللي انت عايز تحصر فيه الحديد بتاعه، يعني لو انا في بند القواعد هتقول له ايه؟ حديد التسليح لزوم القواعد. هتيجي تحط الشكل السيخ وقطر ووزن المتر الطولي من السيخ ده وطول السيخ والعدد بتاعه، تقدر من المعلومات دي تحصل على وزن الاسياخ كل ممبر ثم اجمالي اوزان الاسياخ في العنصر اللي انت شغال عليه. تعال نحسب الكلام ده. خلينا نبدا الاول باول عنصر انت هتقابله في الخرسانه المسلحه وانت شغال اللي هو ايه؟ الاواعي. نبص عليها في 3 دي. الاواعي بيبقى عندك تسليح القاعده اللي هو من الازرق ده في الاتجاهين. الشكل اللي انت شايفه. بعد ما يحط التسليح ده بيبدا يحط فوقيه تسليح العمود. الكلام بتاعك. طيب لو انا خدت سيكشن جوه الحكايه دي يظهر لي السيخ ازاي؟ يظهر لي السيخ او سوري يظهر لي السيكشن ازاي؟ يظهر لي السيكشن بالطريقه اللي انا شايفها دي. ان انا عندي ادي السيخ اللي في الاتجاه اللي انا واقف فيه اليو شيب ده وعليه نقط، النقط دي بتمثل الاسياخ اللي مقطوعه اللي هي في الاتجاه المتعامد عليه. ثم عليها اسياخ بتاعه العمود
اللي طالع فوق القعده دي بالكمان بتاع العمود بتاعي. انا ماذا عايز احسب اوزان الاسياخ بتاعه القواعد؟ اعمل ايه؟ تروح واخد شكل القعده ومفرد الاسياخ اللي جواها، وبعدين تبدا تمسك سيكسي تحسب له الوزن بتاعه. يعني انا الشكل بتاعي في الاخر عامل كده. ادي الاليمنت او السكشن بتاعي اللي انا خدته القعده، ظهر لي فيه حديد من الاتجاه ده هلونه باللون الاسود، وحديد متعلق عليه من الاتجاه التاني هلونه باللون الازرق. وطبعا الاسياخ اللي هي بتاع العمود مش قصتنا دلوقتي. طيب انت عايز ايه؟ نرجع للجدول ده. حضرتك عايز تعرف شكل السير وقطره، يعني خلينا نكتب المعلومات اللي احنا هنحطها او عايزينها، شكل السير والقطر بتاعه ووزن المد الطولي وطول السير والعدد بتاعه. دي المعلومات اللي انا عايز احطها جوه الجدول علشان اجيب الاوزان. نرجع للرسمه بتاعتنا كده. لما ترجع للرسمة وتبص هتلاقي كمان من ضمن زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، من ضمن لوحة الأساسات في جدول اسمه جدول نماذج الأوعية. الجدول ده كان لغاية المرة اللي فاتت خدنا المعلومات بتاعته لغاية الحتة دي. كان في مقاسات القاعدة العادية، كان في مقاسات القاعدة المسلحة بتاع كل النموذج. ده كمان بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه التسليح اللي في الاتجاه الطويل وفي الاتجاه القصير بتاع كل نموذج. يعني ايه؟ يقول لك التسليح الطويل مثلا 18 س فاي 16. يجي ده مثلا يقول لك ده 18 س فاي 16. والتسليح القصير اللي هو في الاتجاه القصير بتاع القعده مثلا قايل لك 16 س فاي 16. لما يكتبها لك بالطريقه دي يبقى ده الاعداد جوه كل قعده. العدد جوه كل قعده. خلاص؟ حلو قوي. طيب تعالى بقى ناخد السيخ اللي في الاتجاه الطويل. يبقى أول حاجة الأسياخ في الاتجاه الطولي للقعدة. لو رسمنا القعدة من فوق هتبقى شكلها عامل كده. هل الكروس سيكشن بتاع العمود وده الأبعاد بتاعتي هنا دي وهنا دي. التسليح اللي في الاتجاه الطويل يعني انا اقصد ان البي دي هي افضل من ايه؟ لما اقول لك التسليح اللي في الاتجاه الطويل كذا يبقى انا اقصد ان البي دي اطول من ايه؟ يعني انا بشتغل على التسليح اللي لونها ايه؟ دلوقتي لونها اسود. شكل السيخ هيبقى عامل ازاي؟ اطلعه برضه عامل ايه؟ طيب القطر بتاعه ايه؟ هو بيشاور لي على الراجل بيقول لي ان هو 16 مللي بس 16 مللي. وزن المتر الطولي هي معلومة بتتناسب مع القطر. تقدر تجيبها من جدول الاريا ستيل. أو تقدر تجيبها أنت لو ما تعرفش أو معكش جدول الاريا ستيل تقدر تجيبها إن هو باي أي سكوير اللي هو الكروس سكشن بتاع السير. الكلام ده مطلوب في 1 متر لأن أنا عندي وزن المتر الطولي فكده الفوليوم بتاع المتر الطولي. هضربه في كثافة الحديد اللي هي 7800 كيلو للمتر المكعب. ساعات في ناس بتاخدها 8000 كيلو متر مكعب، يعني المتر المكعب من الحديد بيوصل 8 طن. خلاص؟ لما تيجي تحسب الحسبه دي تلاقي ان الكلام ده السيخ ده بيوزن لك كيلو ونص في المتر الطولي بتاعك. طيب طول السيخ بتاعي، طول السيخ هو سيخ بشكل يو شيب ده، يبقى لازم اجيب الطول بتاع الجزء ده واضيف عليه الطول بتاع الجزئين دول. نمسك الجزء الكبير ده هو عباره عن ايه؟ هو مفروض فين؟ على انهي طول؟ على طول الاسمه بتاع القعده مش كده؟ يبقى اذا الطول ده هيساوي بي ناقص لازم يكون في كفر متحقق في اليمين والشمال جوه القواعد يبقى ناقص 2 في الكفر الخرساني. الكفر الخرساني ده وهو مش مديه لك في مثلا الامتحان احسبه 5 سم لكن هو المفروض هيبقى مديهولك في اللوحه طبقا لتعليمات الدكتور المصري.
اللي هو ايه؟ اللي هو بي ناقص 2 الكبر بلس 2 بي دي ريفورس كونكريت ناقص 2 الكبر. ده كده طول سي بداية. طب عدد الاسياخ بالطريقه اللي هو كاتبها في الجدول دي هو مديك العدد بشكل مباشر. يعني لما يقول لك ان التسليح الطويل 18 كويس 16 يبقى العدد هو 18. هو في كلمه ثانيه ممكن تبقى موجوده؟ اه ممكن يكتب لك ايه؟ يكتب لك مثلا 6 كويس 16 لكل منهم. ساعتها العدد هيبقى عامل ازاي؟ هتاخد التقسيط اللي هو كاتبه وهتضربه فيه الطول اللي انت بتفرد عليه التقسيط ده. يعني انت لو هما 6 في 16 في المتر فانت بتفرد الكلام ده فين؟ على الايه؟ مش كده؟ يبقى هتضرب التقسيط ده في ايه؟ وتقربه بزياده. حتى لو كان الاسياخ اللي طالع دي مثلا 17.1 تقربه لايه؟ ل 18. خلاص؟ تمام. طب لو كان رقم مظبوط يعني الصدفه كده طلع 17 لا زود سي في الحاله دي اسمه سي بادي العدد. يعني ايه سي بادي العدد؟ حضرتك وانت بتحسب لكل متر عايز تقول ان لكل متر فيه كام سي فبتيجي تاخد السنترال لاين السنترال لاين وتحسب في 1 2 3 4 نص ونص مش كده؟ لكن خلي بالك بيبقى في نصين تانيين في الخارج بره المتر ده بسميهم دول البلد كده ده بيشكلوا لي سي بسميه سي بلد العالم. فلو طلع لك الرقم ده مظبوط لو طلع مظبوط يبقى زود عليه سي. طب لو طلع بالكسر قربه للزياده يبقى كانك جبت ايه؟ سي بلد العالم. نعم 18 بس ولا 18 دكتور بعد اذنك نعم معلش الوزن الطولي تاني وزن المتر الطولي تاني وزن المتر الطولي تاني وزن المتر الطولي يا اما تجيبه من الجداول او تروح تحسبه نفس الكثافه في حجم سيديك المتر كثافة على الحجم باي ار سكوير اللي هو دايرة في الآخر في المتر الطول ده عايز مثلا متر واحد دي كثافة تانية خلاص؟ ودي كده بتبقى أول حاجة أول مرحلة اللي هو تصنيف الاتجاه الطويل من زد أعلى. طيب أجيب وزنه إزاي؟ يبقى وزن الأسيان دي أنا شغال في القاعدة مثلا اسمها قطب واحد وزن السيت اللي في الاتجاه الطويل بيساوي ايه؟ هيساوي طول السيت الواحد في العدد بتاعه في وزن المتر الطول كده جبت اوزان الاسياخ جوه القاعده اللي اسمها قف واحد. هشوف عندي في المشروع في كام قاعده اسمها قف واحد يبقى هضرب هنا في ايه؟ في عدد النماذج انا كده كله اتجاه واحد يا خلاص. نعم انا كده كله ده اتجاه واحد بالظبط. خلاص الاتجاه ده هتشتغل على الاتجاه بتاع الاسياخ اللي متلونه بالازرق اللي هو بقى هيبقى الاسياخ الاتجاه العرضي للقعده. وهنشتغل في نفس الطريقه. انا بحصر القاعده لوحدها ولا كل اتجاه لوحده من القاعده دي مثلا؟ القاعده لوحدها. يعني حضرتك ممكن تجمع الاسياخ دي وعرف انك تقدر تعدل القاعده. مفهوم؟ طيب اللي في الاتجاه الثاني هو شكل السيخ نفس الحكايه قال شكل الاطوار الفقر بتاعه على حسب الجدول اه 16 مللي يبقى هو 16 وبالتالي وزن المتر الطولي بتاعه مش هيختلف. طول السيت اه تعالى نحسبه هنا بقى. هنا الطول المفروض اللي في الاتجاه انهي؟ في اتجاه ايه؟ السيت المراد في اتجاه ايه؟ يبقى
هيساوي ايه ناقص 2 الضغط كده. الرجل برضه في الاتجاه الراسي يعني هيساوي تي من فورس كونكريت ناقص 2 الضغط. بس الحقيقه كمان لازم اقسم القطر بتاع السيكريشن لان هي راكبه على القطر ده، يبقى ناقص دي 1 اللي هو القطر بتاع اسياك السيك الاسود او الاسياك الطوليه او سيك الفرش. سامي ده الفرش. الرجل الثانيه بالمثل زي دي بالظبط، تي ريفورس كونكريت ناقص 2 كوبر ناقص دايمتر بتاع اسياك الفرش. وبالتالي طول السيك هي مجموع اطوال الثلاثه دول A ناقص 2 كوبر بلس 2 بي، تي ريفورس كونكريت ناقص 2 كوبر ناقص 2 بي 1 سوري ناقص دي 1. خلاص. العدد بتاعي زي ما قلت لك عندك طريقتين، يا اما يبقى كاتبه مريحك خالص ان هنا زي اللي هو مكتوب في الجدول اللي كان موجود معاك اللي هو 16 سي، او يكتب لك التقسيط وفي الحاله دي هتضرب المره دي في ايه؟ في بي. مش كده؟ المره دي هتضرب في بي. هتجمع برضه وزن الاسياخ دي هيساوي طول السي الواحد في العدد وزن المتر الطولي في عدد النماذج بتاعت القعده اللي انت شغال جوه. هجمع الاوزان بتاع الاسياك السوداء اللي هي الاسياك في الاتجاه الطولي مع الاسياك اللي في الاتجاه العرضي، هجمعهم مع بعض يديك ده وزن الاسياك او وزن الحديد جوه القعده اللي اسمها ايه؟ اسمها ف واحد. لا. اليو بتاع ده هنا وهنا في الجنب ده وفي الجنب ده، واليو بتاع ده في الجنب ده وفي الجنب ده. مفيش سيخ هنا تاني. يعني انت لو رجعت من السيخ في الجنب بتلاقي اهو ادي السيخ اهو هنا والناحية دي، والسيخ التاني اللي بتاع الرجل هنا والرجل الناحية دي. مفيش دايما كان خلاص. تمام. ده كده بالنسبة للأواعي. طبعا اللي عملته سيادتك في القعده قاف واحد حضرتك هتعمله في قاف اثنين وقاف ثلاثه وتخلص كل النماذج اللي عندك وتجمع الاوزان دي على بعضها دي اوزان الحديد اللي جوه ايه؟ اللي جوه القواعد. طب لو انا عندي قواعد كومبايند زي كده ستريت فوتنج حاجه ماشيه شركيه قاعده شركيه حاجه الكلام مش هيختلف اللي احنا عملناه مش هيختلف. يعني في قاعده كومبايند زي كده انت هتعمل ايه؟ هتاخد برضه تمسك الاسلاك اللي تحت تطلع شكل السيخ اللي في الاتجاه الطولي اللي في الاتجاه العرضي تحسب اوزانه. المره دي هتلاقي في سيخ كمان في الرئه العلويه برضه هتشتغلها في الاتجاه الطولي وفي الاتجاه العرضي وتجمع اوزان الاربع دول مع بعضيهم. يبقى ده الاوزان اللي موجوده فين؟ في القعده. اللي انت عملته في نموذج صغير هو اللي هتعمله في نموذج كبير، هو اللي هتعمله في الليش. نص الكلام اللي انا بقوله خرسانه مسلحه. كورس خرسانه. انت لو اتعلمت تفرد صح تفرد هنا صح تحط تفريد الاسياب صح هتعرف تحصل صح تحصل اوزان صح. طب تعالى نبص على لو كانت حاله فيها سنين. قعدتين اهو دولاب كل قاعده شايله عمود شكل الاسياك عامل ازاي؟ الشكل ده بيبقى في اسياك القعده الاولانيه واسياك القعده الثانيه. اول حاجه بيبدا بيها الحداد يحط القفص اللي تحت الاخضر ده بتاع القعدتين دول. وبعدين يجي يروح حاطط القفص الاصفر بتاع الامتداد هنا وهنا. وبعدين يروح حاطط الحديد بتاع السمنت. خلي بالك من الرسمه دي ان حديد السمنت اللي هو الموج ده الحديد ده داخل للعمود ما وقفش عند وش القعده. هو ملوش دعوه بحاجه في وش القعده، هو ليه دعوه بايه؟ بالعمود. هو في الاخر يا اما يشيل حيطه دايما فوقيه فيوزعها على العمود وبالتالي على القعده. او ان هو يشيل ديفرنشال سيتلمنت يحصل ما بين القعدتين اللي في وش بعض. خلاص؟ طيب انا عايز احصل المره دي انا كده خلصت تسليح القواعد. هدخل في تسليح السمين اللي ما بينهم.
ليه؟ قالوا تسليح السنان وظيفه على تسليح الاعداء. خلي بالك المره اللي فاتت قلنا الاساسات مكونه من ايه؟ مكونه من قواعد، ورحنا حصلنا الاحجام بتاعتنا وضفنا عليها حجم الخرسانه بتاع السيميلات، وقلنا ان الحجمين دول على بعض هم عباره عن ايه؟ خرسانه مسلحه للاساسات. الحديد هيعامل بنفس المعامله، هتجيب اوزان الحديد اللي جوه الاواعي ثم اوزان اللي جوه السيميلات، وتجمع مجموع الاوزان على بعضها يديك وزن الحديد التسليح بتاع الاساسات. خلاص؟ تمام. نرجع للسيميلات بتاعنا تاني ونرسمه تاني. مفهومة الحتة دي؟ مفهوم.
اثنين الدايمتر بتاع الستير اوف هاند كان ايه؟ كان بتاعته هو خلاص؟ خلي بالك ان الاتش دي لازم تستوفي ان انا اقفل السكشن بتاع السمنت. طب لو الاتش دي ما وقفتش يعني جابتني لغايه هنا لازم تحقق الكونديشن التالي ان الرجل تبقى بالطول ده. خلاص؟ عايش الطول ده تاني. نقول الطول ده تاني. الطول ده بيقول ايه؟ الطول ده بيقول لك ان هو تي سبين ناقص الاثنين الكاب ناقص اثنين الستير اوف هاند. مش كده؟ بس خلي بالك ان تسليح المور داخل فوق تسليح الاعلى. مش كده؟ فخصمت كمان اثنين دايمتر الاعلى. يعني هو هتلاقي داخل الكيرف شويه كده في الاعلى. متحمل على الانسياب بتاعك. انا بالنسبه لي انت لو في الامتحان عملت تي سلاب ناقص اثنين الكفر تشرب. مش هقول لك اعمل زياده عن كده. لكن ده لازم تعرفه عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. خلاص؟ تمام. والرجل اللي الناحيه الثانيه زي الرجل اللي الناحيه. وبالتالي طول السيخ هيساوي ايه؟ طول السيخ في الحاله دي هيساوي ال ال زائد اما 2 ال دي ال دي محل زائد ال دي محل لو كانت موفيه طول او لو ما كانتش موفيه طول يبقى هتزود عليها طول تاني هنا هتروح تحسبها. لكن مبدئيا احسبها ايه؟ 2 ال دي ال زائد الاثنين طول الرباط اللي داخلين لك جوه العقد. فده كده اول شيء في الاسياخ. لو هجيب وزن يبقى الوزن بتاعي زي ما اتفقنا وزن الاسياخ دي هيساوي ايه؟ هيساوي طول السيخ في وزن المتر الطولي في العدد بتاعه. خلاص؟ طيب كده انا خلصت التسليح العمق. التسليح السفلي التسليح السفلي انا برضه رايح ادور على نفس المعلومات بتاعتي. التسليح السفلي شكل السيخ المره دي هيبقى ستريت. القطر بتاعه 16 متر. وزن المتر الطولي من 16 1.5 كيلو. العدد بتاعه من الجدول 3. طول السيخ المره دي هروح اشوف طول السيخ ده بكام. هو المفروض يعدي سنتر لاين لسنتر لاين العمود ويعدي مسافه معينه. كنت بقول كده. يبقى المسافه من سنتر لاين العمود كله الى سنتر لاين العمود اللي جنبه زائد بعد الحته دي من 15 الى 20 سم. من 15 الى 20 سم هناخدها 20. يبقى اذا طول السير في الحاله دي هيساوي المسافه من سنتر لاين العمود تو سنتر لاين العمود اللي جنبه كله مضافا اليها 2 في 20 سم. لو هعدي السنتر لاين في 20 سم من الجهات دي. خلاص؟ برضه من المعلومات اللي احنا جبناها دي يبقى اقدر اجيب وزن التسليح السفلي اللي هو يساوي طول السيخ في وزن متر طول في العدد. خلاص؟ اللي عملته في السمنت ده لازم تعمله في كل ايه؟ السملات اللي انت هتقابلها وتجمع الحديد بتاع السمنت ده مع الحديد بتاع السملات ده. احنا فاضل لنا هنا في حاجه في السمنت اللي هي الكلام. الكلام اللي في السمنت ناقص اثنين الكبر تقريبا شغل مفهوم
فيقول لك ايه؟ يقول لك خلاص ده كسر الكلام.
امكانيات على مسافه اكس الملعب. يبقى انا عندي هنا اكس مثلا اكس 1 ودي اكس 2 ودي اكس 2 ودي اكس 3 او 3 وكده. عندي المسافات اللي حوالين الايه؟ الامداد. وكانت التكسير مثلا 10 وليكن 10 باي 8 في المتر. انت حسبت العدد العادي كده؟ حسبت العدد بتاع الخمسه باي 8 في المتر. لما يديلك تكسير في مناطق معينه لازم هتضيف على العدد ده بتاع التوسط الطبيعي عدد الكرات اللي انت هتزودهم في مناطق التكسير. يبقى هتزود على العدد ده ايه؟ الفرق في التقسيم. الفرق في التقسيم يعني بالظبط زي ما انت كنت هتقول اللي هو 10 ناقص 5 اللي هو 5 كنات. 5 كنات من الفطول قد ايه بقى؟ في مجموع مجاميع الاكس، اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 4. المجموع ده هيتضرب في فرق التقسيم. يديك العدد الزياده اللي موجود في اماكن التقسيم. احنا قلنا ساعات بنطلب تكسير حوالين الاعداد. فبقول لك التكسير ده خلاص هتشوف انت الاطوار بتاع المناطق اللي حصل فيها تكسير. حلو؟ انت لما حسبت العدد في الحاله اللي ما فيهاش تكسير حسبته على ايه؟ التقسيط العادي كان 5 في 8 في المتر. تمام؟ هو جه قال لك لا التكسير هتكسر في المناطق دي بحيث ان هو يبقى 10 في 8 في المتر. انت لو انت حسبت فيها 5 عايز تحط كمان في 5. وقلت لك خلاص خد فرق التقسيط وجمع المسافات بتاعتك اللي هي على النص. مفهوم؟ في حد عنده مشاكل؟ كويس. نخش على بند بعد كده، بند الاعمال. دي كانت حاله تدريب الزمان طويل شويه. نمسك الاعمال. الاعمال عندك خلينا نرسم القطاع كده. لا سيادتك حضرتك حط الشكل ده وعلى اساس التفريق بتاعك تبدا تاخد الخطوات بتاع التسيير. فاهم؟ انا بقول لك انت نص الشغلانه دي خلصانه. تروح تتمرن تحسب طول كل سير ودي السبلايز بتاعته 40 والطول ده ممتد من وش العمليه وقت هنا قد ايه؟ تمام. شايف دوت سقف دور الأرض.
ده رحت الجدول بتاع الأعمدة التالت دايمنشن بتاع الأعمدة اللي هو عرضه بي كورس بي كورس وانت السلك بتاعه 8×20 والكنات بتاعته مرسومة بالشكل ده وموجود جنبها 2×6/10 ده المعلومات اللي موجودة عندي في ليلة الكورس. أنا عايز أحسب الأوزان جوه بقى إيه؟ جوه العمود أعمل إيه؟ الأوزان أو الأسياخ اللي في العمود مكونة من حاجتين. الحاجة الأولانية اللي هي الأسياخ الرأسية اللي هي 24 دي. أسياخ الرأسية ثم أسياخ الكنات. خلاص؟ دول العنصرين بتوع حديد الأعمدة. أنا المفروض يعني أحسن حاجة إن السير بتاع العمود ده ما يبقاش فيه أي وصلات، يوصل من تحت هنا من أول ما يطلع من عند الأعلى ويوصل يعدي الدور الأولاني من هنا لغاية المغرب، يبقى السير واصل 100. لكن الحالة الأوبتيمال دي ما ينفعش تتعمل. حتى لو السير لو افترضنا إن طول السير يكفي ما ينفعش تتعمل. مش عارف على كده انا مش عارف اتحكش في السيف بس مش عارف ده واقف مش عارف اركبه كويس وبالتالي الاكل الاغراض التنفيذ الاكل ان هو الاطوال ما بتتحملش القصه دي فانا ببدا اقص السيف الطويل ده الى مجموعه من الحاجات دي الحاجه الاولانيه بعمل اشاره وانا شغال في الاواعي بسميها اشاره الاعمال الإشارة دي بتبقى ريستد على حديد الأعلى من الحتة دي وبطرحها أغيرها فوق بحيث إن هي تديني وصل الشد فوق الخرسانة بتاعة أو فوق منسوب القاعدة المسلحة. ليه؟ لما أصب القاعدة المسلحة تظهر لي بس الإشارة دي مش كده؟ أقدر إن أنا أعمل السبلايس بتاعتي طبقا لمواصفات الطول أقدر أضرب فيها سيف تاني. تمام؟ ولكن سير أربطه زي ما قلنا في الإشارة دي وأطلع بيه أكمل بقية العمود لغاية فوق سقف فوق منسوب سقف الطول الأرضي وبرضه أعمل له سبلايس شد من اللي قايل عليها الطول خلاص بحيث إن أنا دلوقتي أصب العمود وبعدين هاجي أصب السقف اللي فوقيه يظهر لي بعد صب السقف الإشارة بتاعت العمود اقدر اعمل سبلايس مع الاشاره بتاعت العمود بتاع الجود الاولاني لغايه لو العمود ده منتهي يبقى مضطر ان انا اقفل راس العمود المفروض خلاص برجل كده يبقى اذا السيف الراسي اتقسم لي الى ثلاث اسياخ اشاره هحطها وانا بسلح الاوان واشاره بتاع الدور الارضي اشتغلها مع الاعلام بتاع الدور الارضي وإشارة الدور الأولاني هشتغلها مع الدور بتاع عندنا الدور الأول خلاص دي السير الرأسي يتقسم للحاجات طيب الحقيقة إحنا بنفضل العمود على بعض ما بنحاولش نقسم الدور ليه؟ عشان حكاية السبلايسز اللي موجودة دي فبالتالي هقول له إيه؟ هقول له الأسياخ الرأسية أوزان الأسياخ الرأسية زي ما اتفقنا قلنا شكل السير، المرة دي أنت بتتعامل مع ثلاث حاجات، إشارة ثم سير عدل ثم سير تاني آخره حاجة عاملة الإشارة الأول، الإشارة دي لو رحت للخط يقول لك لازم الغاطس اللي جوه الخرسانة ده لا يقل عن وصل الشكل، اللي 60 باي، 60 كتر، الغاطس اللي جوه الخرسانة بتاع الأعلى وكمان البارد بتاع الخرسانة بتاعة الأعلى لازم لا يقل عن وسط الشد ال 60 فوق فدول المعلومتين اللي موجودين عندك وبالتالي السيف ده هيبقى من هنا 60 فوق ومن فوق هنا 60 فوق كويس يبقى طول السير خلينا نمسك طول طول السير ده هيساوي 120 فوق
ليستد على تسليح القعده. ساعتها لازم ايه؟ لازم توفي ان يكون في رجل على تسليح القعده من 20 الى 50 سم. خلاص؟ خلينا ناخدها احنا كده على طول 30 سم. والله لو لقيت دي استوفت ال 30 وهو معدياها في الغرب. ما استوفتش ال 30 جابت مثلا 10 رجل 10 لا زودها لغايه 30 زودها لغايه 20 على حسب ما هو هيبقى كاتب لك برضه فين في اللوحه او الشبكات الموجوده في اللوحه. فده اول طول اشاره. الاشاره الاولانيه طولها 120 فرد. الاشاره الثانيه احنا قلنا هي واصله لمين؟ هي لما هيجي ثقب الاوائل هيجي الحداد قطع طول الاشاره وهيقف جوه السيشن بتاع العمود يحط الاشاره ويخطط الاشاره اللي طالعه منين؟ من القعده. فإذا هي ريستد على الإشارة الثانية دي ريستد على وش إيه؟ وش القعدة. وواصلة لغاية وش السقف ده وكمان فيها وصلة شد. إحنا عرفنا توصل وصلة الشد 60 فاي أو 65 فاي زي ما الكود بيقول لنا. تمام يبقى ناقص إيه؟ ناقص إن المسافة من هنا لوش القعدة أجبت من منسوب ضغط البلاطه المسلحه من سقف الدور الارضي لغايه وش القعده بتاعتي دي اجل. خلي بالك ان المفروض الكلام ده المره اللي فاتت كان الاتش كولوم بتاع الدور الارضي ده ما حسبناش. فبالتالي المسافه او طول السيكه الاشاره اللي في النص دي هيساوي الاتش جي اللي هي المسافه من منسوب وش القعده المسلحه الى منسوب ضغط البلاطه بتاع سقف الدور الارضي بلس وصله الشد اللي هي 60 فولت. ده طول السيف اللي في النص والاولانيه دي طول الاشاره دي. طيب السيف اللي فوقيه الاشاره اللي فوقيها الاشاره اللي فوق برضه لما اجي اصب السقف ده واجي اشتغل في العنوان دي الحداد هيقف على السقف ويمسك الاشاره يحطها على السقف ويربطها مع الاشاره اللي طالعه من تحت اللي هي بتاعت السيك اللي قبل كده. طيب المفروض الاشاره دي توصل من هنا لغايه السقف اللي بعديه. بس خلي بالك الكيس دي ان العمود ده اخر حاجه مفيش حاجه فوق. طب لو كانت في حاجه فوق هتبقى زي الشاب ده بس المره دي ايه المنسوب السقف الارضي منسوب السقف الاول واخدت عليها 60 فوق متفقين؟ لكن انا وصلت لاخر سقف فمضطر ان انا ايه اكرم السيف ده. أول حاجة الطول الرأسي، الطول الرأسي هو فرق المنسوبين، اللي هو المنسوب الأول ناقص منسوب سقف الأرض. كده؟ خلينا نسمي الفرق المنسوب ده اتش واحد. فاتش واحد ده لازم أقسم منه إيه؟ لازم أحط الدورة فوق السيف دي من فوق، مش كده؟ يبقى لازم اقسم الكفر من فوق. يبقى ده كده ايه؟ الطول الراسي. الطول الافقي انا عايز اكتب ايه؟ في الغالب احنا بنقفل مخ العمود بالبلدي كده اللي في الاتجاه القصير. بقفل مخ العمود اللي في الاتجاه القصير. يعني انا السيف لو افترضت ان السيف ده هو ده. فده بيجي يقفل كده. واللي قصاده بيقفل جنبه. ده نفس الحكايه واحد يقفل كده والتاني يقفل قصاده كده، ده يقفل كده ده يقفل قصاده كده، ده يقفل كده ده يقفل قصاده كده. عارف الشبكة من فوق. طيب الحته الصغيره دي هقول ايه؟ هقول انها بتساوي البي كولوم ناقص الهيدرو بتاع الكولوم مش كده؟ يبقى اذا الطول بتاع السلك الثالث هيساوي ايه؟ هيساوي اتش واحد ناقص كفر بلس الحته الافقيه بي كولوم ناقص 2 الكفر. خلاص؟ لا هو كده عامة بتبقى تحت الوش. هو تحت يعني هي ما بتوصلنيش للشفه اللي فوق لا هي الشفه اللي بتعديها فيها سته بتقعد احنا كده قبل ما نشرح. يبقى اذا بتقول السيك بتاعي اصلا بيساوي ايه؟ 120 فولت. بتاع الإشارة
زائد اتش دي بتاع الجرام زائد سي دي فاضي. ده في الكيس اللي احنا شغالين عليه، محدش يقول ان دي حاجه عامه. زائد اتش 1 ناقص الكار ناقص الكار بلس اللي فيه كره ناقص الدنيا الكار. لو رجعت للرسمه كده هتلاقي المفروض
وبعدين اتش 1 مش كده؟ ده الطول الظاهر بتاع العمود، وبعدين في شويه حاجات جوه هنا، يبقى ده اول الطول اتش جي زائد اتش 1 ده الطول الظاهر بتاع العمود، بتاع العمود يعني، بلس الكتير فورس الكونكريت سمك القاعدة المسلحة ناقص الكفر بتاعها ناقص 2 الدي ديامتر بتاعها مش كده؟ ناقص 2 الدي الديامتر بتاعها. في واحد ممكن يتفزلك ويحط كمان ناقص الديامتر بتاع التسليح السمك بتاع السمان ماشي، بس خليك لغايه هنا يبقى ايه كتر خير خلاص؟ يبقى ده كده الطول اللي انا هوزع فيه الكنال بتاعي، ده الطول اللي هوزع فيه الكنال بتاعي، هضربه في ايه؟ هضربه في التقسيط بتاع الكنال اللي هو عندي هنا 6، يبقى كده جبت العدد بتاع الكنال على طول في العمود كله. طب لو كان عندي تكسير يقول لك انت في عدد تكسير في الاكس 1 دي، وهنا برضه في اكس 2 في هنا اكس 3 في هنا اكس 4 نفس الحكايه، فرق التقسيط بتاع على نفس السمان في مجموع الاكسات دي اضيفه على العدد بتاعي خلاص. طيب في التو كيسز موجودين، ان الكيس الاولانيه ان يكون العمود حصل فيه ريدكشن في القطاع بتاعه، ولما حصل ريدكشن في مجموعه اسياح وقفت. يعني خلينا نتكلم على العمود ده، جينا حصل ريدكشن في الحته دي والعمود بقى القطار بتاعه قل، وجي قلل في الجدول بتاع الاعمده ان هو بدل ما هو 8 بقى هنا 6.20 مثلا، يعني في سيخين وقفوا عند الدور الارضي، هتعمل ايه؟ هيبقى الاسلاك عامله ازاي؟ اولا الاشارات لل 8 كده، وبعدين الاشاره اللي هي بتاعت الدور الارض الاي في ال دي بتحرم لكام؟ ل 6، الست اللي هم مكملين هنا، وكمان في اثنين سيخين بالشكل ده قافلين هنا وقفوا، وبعدين الست دول هيبقى الاشاره بتاعت اللي طالعه هنا وقافله هنا، يبقى اصبح هنا ايه؟ في شكل سيخ اتغير بس في حال موضوع الريدكشن خلاص؟ يقول تاني هو هنفترض ان هو نموذج العمود جه قال لك ان في الدور الاولاني حصل له ريدكشن في القطاع بتاعه والاسياخ بقت 6.20، جينا سمنا في القطاع في الدور ده ان هو ايه؟ الاسياخ بقت 6، فالمفروض انت تستنتج ايه؟ تستنتج ان انت طالع من 8 لغايه هنا والقطاع قل وفي سكين وقف خلاص؟ طيب الاشاره هل هتتاثر بحاجه؟ لا، لكن الاول الدور اللي هو الارضي، الدور الارضي بقى في اشاره زيها زي العمود القديم اللي هو طالع سابق، بقى في سته منهم هيطلعوا بال ال دي ومعديين سقف الارض، ليه؟ لان هم هيربطوا مع السته اللي مكملين مش كده؟ وفي سجين اللي هيقفوا هيبقوا بالشكل ده، طالعين برضه من وش المسلحه بس هيجي يقف فين؟ يقرب عن سقف الارض، بيقفل القطاع بتاع العمود عند سقف الارض. والحته دي بالظبط زي الحته اللي تحت بس المره دي بقى هيبقى سفر الرسائل تشتغل على خطوط الاشاره دي والاشاره دي والاشاره دي